علي رسالة أن أبلغها، حبيت نرجعها إلى الصورة. يرحل الرجال وتبقى الأعمال. زكريا قدور إبراهيم أيقونة أخرى ترحل عنا من عوالم تلفزيون الرحبة. الفقيد سافر بلقطاته وأعماله الإخراجية الفذة إلى أقاصي البلاد والمعمورة لتنقل ابتسامات ستظل ترسم على ثغر من أحبوها على طول مشواره الإبداعي، بإحساسه المرهف، خياله المجنح، وكاميرا صالت في خبايا الزمان وفي طوايا النفس والوجدان. صور وصور، شعيب الخديم، المفتش الطاهر يسجل الهدف، وأعمال أخرى أثرت أرشيف التلفزيون بزاد الإرادة، الطموح والابتسامة التي كان يبتسم بها الرجل، بوأته مكانة مرموقة في قلوب أقرانه ومعاصريه بنصائحه وتوجيهاته لرسم صورة مشرفة للبلاد وخدمة راقية للمشاهد، فأرخ لبصمة أخرى فارقة في فن الإخراج التلفزيوني.